أتمنى عندي وطن، أتمنى عندي وطن، وأتمنى ابني يصير، أتمنى أقعد بالصبح والقالي صاير بيت، أتمنى عندي وطن، وأتمنى ابني يصير، أتمنى أقعد بالصبح والقالي صاير بيت، مو بيت غالي وقصر، مو بيت غالي وقصر، بس كون بيت صغير، أتمنى لابني أبو، أتمنى لابني أبو، لو طاح صاح عليه، أتمنى لابني أبو، لو طاح صاح عليه، لو عاركوه الولد صاح انتخاب الأبو، أتمنى لابني أبو، لو طاح صاح عليه، لو عاركوه الولد صاح انتخاب الأبو، بس الأبو شو وين؟ بس الأبو شو وين؟ الأبو راح انتخى، الأبو راح انتخى، حب الوطن، راد الوطن، وضربوه بغمضة عين، الأبو، الأبو راح انتخى، حب الوطن، راد الوطن، وضربوه بغمضة عين، مات الأبو، مات الأبو، وظل الولد يتيم، يتيم بين الولد، تايه وصار غريب، غريب حتى على الوطن، غريب حتى على الوطن، غريب هو دليل، ضاع الوطن، ضاع الوطن يا خلق، ضاع بمهبة ريح، خليك شهم وبطل، خليك شهم وبطل، خليك وسط الريح، اصنع وطن، اصنع وطن، واحمي وطن، ولا تخلي صيته يضيع، هذا الوطن يا خلق ضاع بمهبة ريح. هذا الوطن ضاع بمهبة ريح، هبوا، هبوا عليا وانتخوا، هبوا عليا وانتخوا، انقذ الراح ذبيح، هذا الوطن مو ملكي بس، هذا الوطن مو ملكي بس، هذا الوطن ملك البطل، هذا الوطن ملك السبع، هذا الوطن انتفض، هذا الوطن انتفض، اركض، اركض ووقف الريح، خاف ان تمر من وراء، خاف ان تمر من وراء، خاف ان يقع ويطيح، مرخوص منا الدمع ومرخوص منا التعب، كلنا لهذا الوطن، كلنا لهذا الوطن، من رخصه مثل البعض، هذا وطننا، هذا العراق، من رخصه مثل البعض، خلينا مثل الذيب طول العمر بارب أبو، من رخص لهذا الوطن،
من رخص لهذا الوطن. خلينا مثل الذيب طول العمر بارد ابوه، طول العمر بارد ابوه وما خاوى غير الذيب. انتو الذياب اللي تبر، انتو الذياب اللي تبر. لو طاح يوم الابو، من هو الابو؟ من هو الابو؟ العراق، 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 الوطن. من رخصه مثل البعض؟ من رخصه مثل البعض؟ خلينا مثل الذيب طول العمر بارب ابو، طول العمر بارب ابو وما خاوى غير الذيب. انتو الذياب اللي تبر لو طاح يوم الابو، الذيب بارب ابو وانتو خو ويا الذيب. ولا ترخصون الوطن وكلكم وياي بالروح بالدم نذيب يحيى، بالروح بالدم نذيب يحيى، بالروح بالدم نذيب يحيى، بالروح بالدم نذيب يحيى، بالروح بالدم. انا رجال فقير قاعد بالايجار وهاي الناس كلها فقره وطالعه مظاهرات، يعني البرنا ماله 95 مليون بيستلم بالشهر، ولكن الفقير لا حصه تموينيه ولا حصه شيء ولا غاز ولا نفط، واحنا ناس متظاهرين. المهم المظاهرين غير على مود عيشتنا، غير على مود طلباتنا، غير على مود، واحنا ضد الاحزاب مظاهرين، ما نريد احزاب ولا نريد نواب، ونريد نغير هذا الدستور النواب كله. فقط طلب نطالب من الحكومة الاستقالة فورا، واحتراما لدماء الشهداء التي سالت على أرض التحرير، والاستقالة فورا، لأن هذا النظام السياسي اللي حكم الشعب العراقي خلال 16 سنة لا يمثلنا، وأصبح مدان من الأمم المتحدة ومن الشعب العراقي، ويمثلون كالإرهاب أصبحوا، لأن قتل المواطنين العزل السلميين الذين خرجوا يطالبون بأبسط الحقوق، وهذه حقوقنا قد رفضناها جملة وتفصيلا، لأن نطالب بحكم رئاسي يمثل هؤلاء الشباب ويمثل العراق كافة. وشكرا حبيبي. علي صالح هادي، عثرنا على الطفل يثور الشعب، تسقط دولة وصاية، واحنا الدم نزل صاير برخص الماي، بطلقة ما تكلفك درهم شراية. اكتب يا زمن، اكتب يا زمن عن ثورة المظلوم وعن شعب العراق، وطوخ الراية ولا نيران رايح راجع عناية. صلاتك تنقبل يمكن بكرمل شاه، ورا الساهون توصل بيها تحلاية. ردت تشوف شعبك، ردت تشوف شعبك ما يبين. اليوم جمعيتي وكل يوم طبعا جمعية الأدباء الشعبيين في واسط بشعراها ومثقفيها ومبدعيها يقفون جنبا لجنب مع المتظاهرين السلميين في محافظة واسط وفي العراق أجمع، ولتفتح حناجرهم لحب العراق. لقد عبرنا هذا الموضوع، وأصبح الآن المطلب جماهيري بإقالة الحكومة، شلع قلع والناس عاش بخير وأمان. شنو الرسالة توجهها للثوار؟ جمعية الأدباء الشعبيين طبعا هي الكلمة الأولى والأخيرة، لأن أصواتهم هم هي مدعومة من المتظاهرين ومدعومة من الشعب، وليس هناك أي قوة سياسية أو خارجية أو داخلية أكبر من الشعب. الشعب هو الذي يحدد مصيره، والشعراء الشعبيون في واسطهم هم لسان حال الشعب، وسيوصلون رسالتهم على إن شاء الله على بر الأمان ما دامهم هناك قضية، وهي قضية العراق، ومن الله النصر والتوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن اليوم مناسبة عظيمة جدا، أنه أن تقف أو أن تشارك أخوانك هنا في محافظة واسط. التظاهرات والاعتصامات هي عملية متواصلة بين كل محافظات العراق الوسط والجنوب، بدءا من بغداد. أنا في الأيام الماضية كنت متواجد في ساحة التحرير. حقيقة في ساعة التحرير كنا واحدة متماسكة، ولما سمعنا بأن الكوت أيضا عندهم اعتصام وعندهم اعتصام متواصل، قررنا أن نحضر إلى محافظة واسط ومشاركتهم هذه العملية ومشاركتهم هذا العرس الإنساني.
العرس البطولي، وذلك من اجل العراق، من اجل ان يبقى العراق عراقا شامخا مزدهرا جميلا بهذه الوجوه الطافحه بالبشر التي تسعى للخلاص من نير الفساد والفاسدين جدا. حقيقه اليوم العراقيون طلباتهم هي ليست حقوق بقدر ما هي واجبات على اي حكومه تستلم. هذا امر جدا يجب ان يعيه، يجب ان يعي كل من يتحدث عن مساله انه تغيير النظام. تغيير النظام يبدا اولا بتغيير النظام السياسي، هاي نقطه اساسيه. ثانيا يجب تغيير البرلمان. ثالثا يجب مراعاه الانسان، البحث عن حياه حره كريمه واحترام الانسان العراقي. اليوم نلاحظ الحيوانات الصغيره تقوم دوله ولا تقعد، لانه الحيوانات الفلانيه كذا والشريحه الحيوانيه كذا. طيب هذه شريحه انسانيه، هذا شعب، هذا بلد يباد بالكامل من شماله الى جنوبه، لا اقول من شماله واقول من وسطه الى جنوبه، لان الشمال العراقي يرجع بالراحه والاطمئنان. اليوم نريد كل العراقيين يتواجدون ويتوحدون، يتكاتفون كتفا الى كتف، يدا بيد، من اجل ان نصنع حياه جديده للعراق. اليوم هذه الصوره نراها في محافظه واسط. حقيقه انا سعيد جدا ان اشاهد اهل واسط بهذا الحماس، بهذه القوه، ويتحدون. هذا مبنى المحافظه تحدون، وهذا الان امامي مبنى مجلس محافظه. اليوم هذه قطعه تقول مجلس محافظه واسط يجب تحويل البنايه الى مستشفى للاطفال. نعم هكذا نريد العراقي، هكذا يريد الوعي العراقي، هذا هو وعي الشباب. اليوم العراقيين هم حلقه جديده من اجل الانتفاض نحو الواقع الفاسد. بهذه المناسبه حقيقه هناك مقطوعه شعريه، يعني اليوم بعد قليل انه اشارك فيها باسم محافظه بغداد، العاصمه بغداد، واشارككم ايضا. القصيده تقول صبرا صبرا يا عراق الخير، صبرا يا عراق الخير، صبرا السنين البيضجن والسود عبرا عبرناها وصدق صارت سوالف المدن ويا القرى وكل المضايف. شباب البوبجي سووها فعلا، شباب البوبجي سووها فعلا. صبرا صبرا يا اصل كل الحضارات، بعزمنا نعيد لك كل المسرات. على حبنا شهدت ارض وسماوات، لك نهرا وسط القرب يجرا. صبرا يا عراق الخير، صبرا صبرا لك يا ما شعبنا هواي ضحى، نريدك شمس تطلع بصبحه. صبرا نريدك شمس تطلع بصبحه، من اجلك يا حبيب الشعب ضحى، تظل بلابلنا على الاشجار يقرن. صبرا يا عراق الخير، صبرا صبرا يا اهل واسط، صبرا صبرا صبرا. اليوم التاسع تضامنا مع المتظاهرين وتضامنا لهم وتضامنا مع الشهداء رحمة الله على أرواحهم، خدمة لهم ومساندة لهم. أقل ما نقدم، أقل ما نقدم هو القهوة العربية العراقية، ونحن خدام إن شاء الله لهم وسائرون. ونطالب الحكومة العراقية الفاسدة بإخراجهم من مناصبهم، فإن لم يزولوا بالمروءة والله 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 نزيلهم بالقوة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشباب الموجودين في ساحات الاعتصام يرفع لهم القبعة حقيقة، أكثر صورة مشرفة
في التنظيم والنظام وحتى في طوابير توزيع الطعام، الماء، المشروبات، المنام. الحقيقة أكثر صورة حضارية لبلدنا ومطالب حقيقية، فلذلك هؤلاء الشباب يعني يستحقون الاحترام من عندنا، بالإضافة إلى الدعم الكبير من قبل النقابات المهنية والأساتذة وأصحاب الشهادات العليا وحتى رجال الأمن، مشكورين. يعني الخدمات من أعلى مستوى، يعني هاي الخدمات اللي نشوفها شفناها في بالضبط في طريقة الأربعين، مفتوح كل شيء، تلقى السمس، يعني شو تريد انت بالبيت تلقاه موجود وين؟ بساحة الاعتصام. وهاي من النوادر تلقاها في بلدان أخرى غير العراق، لأن العراق بلد كريم وأهله كرام. بالتالي نشوف تبرعات من الناس بالإضافة إلى من المتمكنين، فجزاهم الله خير الجزاء المحسنين. نعم، أنا شخصيا التقيت بأطباء متبرعين وأيضا محامين متبرعين للترافع عن أي تجاوز يحصل على المتظاهرين. الحمد لله في معاناة وسط لم يحصل هذا، لكن مع ذلك تجنب الإطار هم موجودين بالساحة. أيضا الأخوة الإعلاميين منتشرين في كل المكان، وكل من يعني من مكانه ده ينشر وحسب وسيلته الإعلامية. الأطباء مشكورين موجودين ومتبرعين أيضا. الإخوان في ساحات الاعتصام، المنظمات، أصحاب البصمة من منظمات المجتمع المدني يجمعون النفايات، يوزعون نفسهم. يعني إذا شوف الآن إحنا نتكلم والإخوان ده يلمون في الشوارع، التوزيع لمختلف الأطعمة وحتى الخبز، الخبز العراقي الأصيل. التعاون تشوف هذا ما موجود في بلدان أخرى إلا في العراق. نتمنى تسود هذه المحبة، وإحنا واثقين بسبب هذه الروح وهذه الألفة وهذا التعاون العراق ينتصر بأبنائه وبهذه الروحية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا نساء محافظة واسط طلعنا إلى سوح التظاهر تضامناً مع المعتصمين، ولدنا وأخوتنا وجيراننا وزملائنا. من يوم الجمعة طلعنا من الساعة 7 صباحا ونرجع العصر، وهاي لمدة 8 أيام إحنا على سوح التظاهر تضامنا وياهم. على اليمن إحنا طلعنا، ما طلعنا اللي أول مرة سموها ثورة جياع، إحنا مو ثورة جياع، إحنا ثورة أحرار، إحنا ثورة أبطال، إحنا ثورة ندافع عن العراق، نريد نرجع العراق إلى هويته، لأن العراق ضاع، ضاع بين الأحزاب، ما نعرف الهوية مالته، نريد الرجعة إلى عروبته وإلى عراقيته، فإحنا ثورتنا ثورة أحرار، ونريد نرجع العراق، العلم العراق والوطن الغالي. فما عندنا مطالب شخصية، إحنا ما عندنا مطالب شخصية، أنا موظفة وزوجي موظف، ترى والكل هسه اللي طالعين مو كلهم عاطلين عن العمل، لا، كلهم كوادر، مدرسين، مثقفين، أساتذة جامعيين، أطباء، صيادلة، كل شرائح المجتمع ترى طلعت، وهاي ثورتنا لازم نحقق من وراها النصر، وماكو تراجع، ترى إحنا باقين ثابتين صامدين. شهر شهرين لين 16 سنة هتكتنا الأحزاب وسرقت أموالنا، وهسه نريد نرجع حقوقنا، حقوقنا المشروع، إحنا ما جاي نقدم من أحد، يعني نريد نرجع العراق إلى وطنيته وإلى عروبته. وأيضا هماتين نريد أن نطالب بأسقاط النظام، النظام البرلماني، نريد عودة إلى النظام الجمهوري الرئاسي، لأنه ما استفادينا من الحكومة شيء، جربناها. وأنا أطالب اللي قاعدين بالبيت واللي ما جاي يشاركون بساحة التظاهر، ترى هذه يسجلها التاريخ، أحفادنا هذول، أحفادنا اللي هم راح يقرون تاريخ العراق. شلون ثورة العشرين؟ إحنا هسه ما راح يمجدنا هاي الشهداء اللي راحت، شنو ذنبها؟ يعني مثلا كلهم شباب وكلهم خريجين وكلهم أعمارهم صغيرة، اللي هم خريجين واللي يحب يعني بمقتبل العمر يتزوج ويكون أسرة، واللي أنطى دمه ترى ذولا دماءهم برقبتنا. أنتم اللي قاعدين بالبيت واللي جاي بس تباغون على شاشات التلفزيون ويجوز تعلقون علينا يقولون ذولا من طالعين إيش راح يسوون؟ لا، إحنا راح نسوي وراح نثبت وجودنا ولا تراجع وما ننثني وعزيمتنا ما تنثني. والله العظيم لو بعد سنة إحنا باقين بساحات الاعتصام، موتتنا هنا لو نحقق النصر لو الشهادة. أنتي اليوم متواجدة هنا بهاي الساحة، شلون شفتي الخدمات، الأكل، المفارز الطبية؟ تكلميني على هذا الموضوع. الخدمات من أول يوم ترفع الرأس، يعني ما شايفة فد شيء، يعني فد شيء راقي.
ماكو اي نقص بي، اذا ماي اذا عصير اذا اكل عيوق غداء عشاء مبيت، نظافه موجوده، مثلا اسعافات اوليه، الكوادر الصحيه موجوده، المفارز الطبيه موجوده، الهلال الاحمر موجود، الكل مشارك، اللي يعرف واللي ما يعرف واللي عنده واللي ما عنده، لان هي هاي الثوره مالتنا ثوره راح يكتبها التاريخ ويسجلها التاريخ، فما شفت اي نقص والحمد لله والشكر، الكل مشارك والكل مساند، واحنا نشكر ايضا القوات الامنيه، القوات الامنيه جنبا الى جنب مع المتظاهر، ما شفت اي يعني تقصير من عندهم، والمتظاهر هم ايضا طالع هو سلمي، احنا بيش طالعين؟ ترى طالعين بس بالعلم، هذا العلم ما عندنا اي سلاح، سلاحنا كلمتنا وعلمنا، واحنا ايد وحده ان شاء الله، الكل ايد وحده. جميع ان شاء الله حبيبي. اكتب المدينه حياك الله. شوفها ان الصوره صحيحه احسن ما يجون هذول الاعلاميين ما نعرفهم مدسوسين ولا ايش الحاكمهم، والله الحاكمهم كل الاعلاميين حاكمهم يدورون على عمل وما نزلوا للساحه. هذا هذا من المتظاهرين الابطال. والله طبعا صيادلة واسط معتصمين صار لهم اسبوع وجاي يقدمون خدمات مجانيه من علاجات تشخيص، عندنا الاطباء هنا جاي يشخصون وجاي يحاولون علينا العلاجات وجاي نمشي الحمد لله، ومراجعين جاي يجون ما يجون للصيدليه جاي يجون هنا خدمات مجانيه ان شاء الله. شنو الخدمات اخوانكم؟ والله يعني علاجات اكو حتى امراض مزمنه يعني جاي يجون حتى الصيادله تواسط والصيدليات يعني جاي يجيبون علاجات مجانا، علاجات يعني حتى مال الامراض مزمنه، وجاي الاطباء ما شاء الله يعني هم ما قصروا امامنا، هم خدمات مجانيه هنا مقابلنا وجاي يشخصون وجاي يحاولون علينا ان شاء الله. يعني شنو الرساله اللي قاعد توصلها؟ والله احنا نريد نوصل فشي للحكومه، يعني كافي بعد يعني مليانة صار لنا 16 سنه، يعني احنا وعينا على يعني على شيء كله فساد وبوق ونهب، يعني خصوصا يعني فلوس العراق كلها خلص، ناس فقره يعني فشي تعبان، يعني حتى الوضع الصحي بالمستشفيات كلش تعبان يعني مو طبيعي. زين في حاله طارئة تصير هنا هسه بالساحل شلون؟ اي لا ان شاء الله موجودين عندنا، موجودين عندنا كادر، عندنا تمريض وعندنا ما شاء الله اطباء عندنا يعني وصيادله وجاي يعني اسعافات اوليه موجوده ان شاء الله. سديات؟ ما سديات متوفره هنا؟ والله سديات الطوارئ قريب علينا يعني عندنا اسعاف ورؤسا حول للاسعاف وللطوارئ.
اسوي لك خيمه اسوي لك مقر بس هو يشوف الشمع يدخل